السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي، تقبل الله طاعتكم. وصلنا الحلقة 20 من حلقات نجوم سابقونا، والتي كانت لهم بصمة في الرياضة العمانية. وندعو الله في هذه الأيام المباركة وفي 10 الأواخر من شهر رمضان أن يغفر لهم ويرحمهم، وأن يكون مصيرهم في جنات الفردوس بإذن الله. نجمنا اليوم يمتلك شخصية تجبرك أن تحترمها، الهدوء والإخلاص وحب الوطن والابتسامة الطيبة من الصفات التي كان يتحلى بها نجمنا. كان نموذجا للرياضي الشريف، لم يعترض على حكم مباراة ولم يبدر منه سلوك مهين طوال مشوار حياته الكروية، كان مع منتخب بلاده أو ناديه الملك الفنجاوي. إنه أسطورة عمان المغفور له بإذن الله، الكابتن علي بن ناصر السليماني. البداية كعادة النجوم، البداية تكون في الحي الذي يسكن فيه، ومن ثم المدرسة، وبعد ذلك الانضمام إلى النادي المغفور له بإذن الله. التحق بنادي فنجة، بتلر فار بيلعب الكرة وبراسة، دفاع من دفاعات نادي فنجة اللي هو علي ناصر، برا يلعب الكرة، ففار عند الكرة يلعبها، لكن ياخذ من الكرة رقم فرد اللي هو علي ناصر. علي ناصر عرفنا فنجة، يثبت الكرة علي ناصر، ففار عند الكرة ويحاول ياخذ علي ناصر وبعدها لابس على الكرة برا من اباوت خمسة من نادي فنجة. وحقق معه الكثير من البطولات، 3 بطولات كاس في عوام 1974 و1975 و1978، وكذلك بطولتي دوري في عوام 1977 و1979. الموهبة والأخلاق العالية التي اتصف بها المغفور له بإذن الله ساعدته في انضمامه لصفوف المنتخب العماني، وكان من ضمن اللاعبين الأوائل الذين ارتدوا قميص المنتخب العماني، فشارك مع المنتخب العماني في بطولة كأس الخليج. يلا شباب، علي ناصر، علي كابتن، حارس المرمى تصرف سليم يا علي. وكان من ضمن اللاعبين الأوائل الذين لعبوا بطولات كأس الخليج مع الأحمر العماني، حيث أنه شارك في البطولة الثالثة في عام 1974 في دولة الكويت، والتي تعتبر أول مشاركة للمنتخب العماني في بطولات كأس الخليج. ومن ثم شارك في بطولة خليجي 4
في عام 1976 في دولة قطر. وبعد ذلك شارك في خليج خمسة في عام 1979 في الجمهورية العراقية، ولم يشارك في البطولة السادسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن وبعد الاعتزال عين مديرا للمنتخب الوطني. عمالك مسكني عليهم اربع مدافعين ايضا المنتخب العراقي ما عارفين. يا الله شباب، علي ناصر، علي كابتن، حارس المرمى تصرف سليم يا علي. وكان حينها مدرب المنتخب العماني البرازيلي باولو هيكي أنا المغفور له مخلصا لمنتخب بلاده، وشارك مع المنتخب في مباريات خليج سبعة وقدم مستويات رائعة، وظهر ذلك من تعادل المنتخب العماني مع المنتخب الإماراتي وكذلك مع المنتخب الكويتي، وقدم أفضل مستوياته أمام المنتخب العراقي، وكان قريبا من الفوز في مباراة الافتتاح ضد المنتخب البحريني، وقدم المغفور له أفضل مستوياته وكان من أفضل مدافعي الدورة، رغم أن المنتخب العماني حصل على المركز الأخير ولكن بأهداف قليلة. ومن هذه الدورة أثبت المغفور له بأن عمان قادمة لتقدم أفضل مستويات في كرة القدم الخليجية. وفي الثامن من يناير في عام 1985 انطفت شمعة المغفور له بإذن الله الكابتن علي ناصر. مخلف لنا الكثير من الدروس في الأخلاق وحب الوطن والإخلاص والغيرة للوطن. الله يرحمك ويغفر لك يا كابتن علي ناصر، وبإذن الله في جنات الفردوس. إنا لله وإنا إليه راجعون.
الغالي رحمة واسعة، وأسكنه فسيح الجنان، ونور مرقده، وعطر مشهده، وطيب مضجعه، وأنسى وحشته، ونفس كربته، ووقاه وإياكم عذاب القبر وفتنته، وجمعنا به وبوالديكم وكل عزيز وغالي لديكم في جنات النعيم بإذن الله مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حلقتنا اليوم انتهت، ملتقنا غدا مع شخصية جميلة فارقتنا. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.